عاجل، الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة إلى أوروبا حول سد النهضة، وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. وعاجل، ماذا سيحدث لمصر إذا انهار سد النهضة؟ في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل والخبر معانا. وعاجل، الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى أوروبا حول سد النهضة. وزير الخارجية المصري سامح شكري سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. تناولت الرسالة العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية سد النهضة والأوضاع في ليبيا وعملية السلام. بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عدد من القضايا وأهمها قضية سد النهضة. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ قال إن الوزير سامح شكري بحث خلال اللقاء مسألة سد النهضة، حيث عرض الوزير نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة. الوزير سامح شكري أكد تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الإفريقي مؤخرا، والذي انتقد إعلان إثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خارطة طريق للتوصل لاتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد. المصدر معنا كامل اليوم السابع، وهنا يعني الرئيس السيسي بيسلم رسالة مهمة جدا عن طريق الوزير سامح شكري للاتحاد الأوروبي. وزي ما حضراتكم عارفين وزي ما نشرت لحضراتكم في خبر، يعني إن الاتحاد الأوروبي طلع ببيان وأدان في عملية الملء الأحادي لخزان سد النهضة، أو العمل الأحادي من الجانب الإثيوبي ضد مصر والسودان دول المصب. الاتحاد الأوروبي واقف مع مصر يعني بقوة كبيرة جدا، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل، ماذا سيحدث لمصر إذا انهار سد النهضة؟ الخبير المصري زكي البحيري كشف عن كارثة خطيرة قد يسببها سد النهضة بسبب حال انهياره بعد تخزين وملء 74 مليار متر مكعب من الماء في خزانه. الخبير أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية في قناة ام بي سي مصر ان سد النهضة بيشكل خطرا على مصر والسودان من حيث السلامة الإنشائية، ويدعو للقلق، حيث ان السعة التخزينية للسد مبالغ فيها بنسبة 300% ويجب أن تكون الثلث فقط. لفت أن سد النهضة من الصعب أن يولد 6000 ميجا وات كهرباء لوجود مشكلة في التوربينات التي تم تقليصها من 16 ل 12 توربينا. أضاف أن سد النهضة بمثابة قنبلة موجهة لمصر والسودان، شدد أنه لا يجب أن يكون بهذا الحجم مهما كانت الأوضاع. أوضح أن العمر الافتراضي لسد النهضة لا يتعدى 50 سنة بسبب تراكم الطمي أمامه بمعدل 300 ألف متر مكعب سنويا. حذر من أن السد يؤدي إلى دمار لمصر وتدمير سدود الرصيرس وسنار وموروني السودانية حال انهياره بشكل كامل. وتابع، سد النهضة ليس هدفه توليد الكهرباء، ولكن هناك أغراض أخرى. وضح ان السد مقام على منطقة زلزالية، والمنطقة تقع في الاخدود الافريقي، وبكل تأكيد الجانب الاثيوبي يعرف ان السد تم انشاؤه فوق فالق زلزالي، لذلك السد معرض للانهيار. يذكر ان استاذ الجيولوجيا والموارد المائية عباس شراقي قد اكد ان الهضبة الاثيوبية بها مشاكل كبيرة من ناحية الجيولوجية، منها الأخدود الإفريقي العظيم الذي يعد أكبر فالق في الأرض. أشار إن هذا الفالق نشط ويحتوي على العديد من البراكين، خلاف أن الهضبة الإثيوبية بها أكبر نشاط زلزالي في القارة السمراء. وأكد إن إثيوبيا لديها تاريخ سيء في إنشاء السدود، ففي سد على نهر في إثيوبيا تعرض للانهيار قبل الانتهاء من الأعمال الإنشائية بعامين
مما أدى لوفاة 47 فرد في هذا الحدث. مصدر معانا كان من المصري اليوم، ويعني الخوف من سد النهضة مش الملء فقط أو منع المياه عن مصر والسودان فقط، بل يعني تعرضه للانهيار. 74 مليار متر مكعب من المياه، يعني كمية ضخمة جدا لا تصلح في هذا المكان، لأن زي ما ذكرت لحضراتكم الأخدود الإفريقي ده فالق عظيم في الأرض، أكبر فالق في الأرض، يعني شبه بياخد الجزء الغربي، بيفلق الأرض من جنوب غرب السودان حتى بعد إثيوبيا بكثير. هذا الأمر يعني خطير جدا. المصدر معانا كامل المصري اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض لخبر آخر وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصة الحافلات والشاحنات. أوضح أن هذا الأمر له مردود اقتصادي وبيئي كبير، وكذلك لمواكبة التطور عالميا للاعتماد على الوقود النظيف، فضلا عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي ووفقا لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية. المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أوضح أن الرئيس السيسي ناقش التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص، ومنها شركة MCV، وذلك لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيلة التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي، مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة، بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمان. وناقش تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصة التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعات الآخذة في النمو على مستوى العالم. مصدر معنا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا هنا نجد يعني الاهتمام المصري الكبير بالتقدم والتكنولوجيا والاستفادة من الخبرات العالمية، وكذلك يعني الاعتماد على الوقود النظيف عشان نضمن لمصر بيئة طيبة ونظيفة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى ما كنش طولت على حضراتكم، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.